أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن عام 2021 جاء في صدارة الأعوام من 2014 إلى 2021 في مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق بنسبة بلغت 23.5%، وذلك مقارنة ب 22.9% عن عام 2020. جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز في إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة في عام 2021 لتسليط الضوء على حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق.